على الكرة، لأنه معنويا مهم جدا بالنسبة إليهم أن يستحوذوا على الكرة هنا في الإسكندرية. محاولة المرور من إسماعيل حداد لم يمر، والانطلاقة من أحمد توفيق وصل مباشرة لشيكابالا، انطلق على الجهة اليمنى يبحث عن التوغل. شيكابالا متسع من المكان، زاد في السرعة، دخل شيكابالا، التسديدة قوية، بابا جول 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 جول، يا سلام عليك شيكابالا، يفتح مجال التأجير عند الدقيقة الرابعة. أين هو دفاع الوداد؟ أين هم لاعبو الوداد؟ شيكابالا كأنه في حصة تدريبية، استلم الكرة، راوغ الأول، مر وتوغل 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 وسدد، وجول جول من شيكابالا للزمالك عند الدقيقة الخامسة من انطلاقة الشوط الأول. يا له من جول ويا لها من بداية. شوف العجب ماذا حصل، شيكابالا يجري بالكرة 40 متر، يراوغ الأول، وينه الثاني، وينه الثالث، وينه الرابع، ولا واحد خرج له. شيكابالا يسدد من حوالي 25 متر، كرة أرضية زاحفة على يسار محمد عقيد، هدف أول للزمالك، هدف عجيب وغريب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أنه تكون عندك مساحات بهذا الشكل تنفرد على 30 سنة في عمره. قلت لكم شيكابالا ليس هو شيكابالا زمان، ومع ذلك الخبرة والتجربة صنعت الفارق، والصنعة والمهنة صنعت الفارق. انفرد، سدد كرة زاحفة أرضية على يسار الحارس، أول أهداف المباراة لنادي الزمالك. ليس هناك بداية أفضل من هذه يا شيكابالا، وكذلك لنادي الزمالك المصري. هدف هكذا مبكر يكون له تأثير إيجابي على عناصر نادي الزمالك وتأثير سلبي بالمقابل. محاولة التوغل والدفاع يغطي كورتو، أحمد الشناوي يلعب على الجهة اليسرى من هناك مع رمزي خالد بيسرى، كرة بعيدة للأمام في اتجاه معروف يوسف، حاولة الانطلاقة من شيكابالا ومعروف يوسف، ولكن هذه الكرة بعيدة، كاد يرتكب خطأ فادح هنا في هذه الكرة. كرة أخرى وخطأ لصالح نادي الزمالك، وحاولة التوغل، با 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 جول جول. ما هذه الهدايا من دفاع نادي الوداد؟ هدية أولى استلمها شيكابالا، وهدية ثانية لصالح نادي الزمالك عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول. عجب هذا الذي يحدث في 20 دقيقة الأولى من عمر المباراة، هدية كاد يسلمها الحارس في نهاية المطاف، جاءت هدية لا ترد، هدية مثل هذه يجب أن تقبل. هل باسم مرسي هو الذي استلمها؟ هو الذي راوغ؟ لا، ليس باسم، وإنما أيمن حفني، الفنان أيمن حفني استلم كرة بيسرى، راوغ وسدد على يسار الحارس، جول ثاني للزمالك في ظرف 18 دقيقة لعب. ولا زملكاوي كان يتوقع هذا السيناريو بهدفين مقابل صفر للزمالك بعد أقل من 20 دقيقة، ولا زملكاوي ولا ودادي كان يتوقع مثل هذا السيناريو وهذه الأخطاء الفادحة في مباراة نصف نهائية دوري أبطال إفريقيا. فاتح اللعب بهذا الشكل الفريق الوداد أمام فريق قناص، أمام فريق أي نعم نقول عنه بأنه ما عنده، ثم الثاني فالثالث جاء وخطأ ارتكبه واحتسبه حكم المباراة دانيال بينيت. لصالح شيكابالا في تنفيذ هذه المخالفة بحثا عن باسم مرسي وعن علي جبر وإسلام جمال اللذان صعد، كرة ممتازة، ولالا جول لباسم مرسي، جول جول ثالث قاتل عند الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني. هذا أيضا من عجائب العجائب، أنه من كرة ثابتة يخرج لاعب في القائمة الثاني أمام دفاع واقف، أمام حارس يتفرج، ويأتي من بعيد ويسبق الجميع ويسجل هدف ثالث. اللعب لم يرتقي فوق الرؤوس، وإنما دخل بين اللاعبين وسجل هدفا ثالثا. شوف هنا الخطأ الفادح، يعني دخل بينهما ولم يرتقي فوقهما. شوف الإعادة مرة ثانية، أنت قط ماكر يا باسم يا مرسي، قط ماكر، تمكن من إضافة هدف ثالث قاتل لصالح الزمالك أمام الوداد. وين يا محمد يا عقيد، وين رايح أنت؟ وين ثلاث أهداف مقابل صفر، ثلاث هدايا استلمها نادي الزمالك تقبلها وسجل منها، خاصة الثاني والثالث، فعل باسم مرسي مثل ما فعلها من قبل أيمن حفني وقبله شيكابالا. 3-0 صارت النتيجة. كرة أخرى مغربية
الآن سيخرج كل المنتخب، لا سيخرج كل نادي الوداد البيضاوي من أجل العودة في النتيجة. قد يلعب على إمكانياته وعلى قدراته وعلى نتيجة لقاء الذهاب، وبالتالي سيكون الضغط على الوداد أكثر في لقاء العودة. سيلعب من دون ضغط نادي الزمالك، وهنالك أيضا في الدار البيضاء لن يرفض أي هدية تمنح له لتسجيل هدف سيكون وزنه من ذهب. في وسط ميدان الكرة يصارع عناصر نادي الزمالك، والانطلاق عن طريق باسم مرسي، كرة ممتازة خطيرة، والحارس والدفاع والحكم قال ضربة جزاء. يا سلام، ضربة جزاء صفرها حكم المباراة، وبطاقة صفراء لمحمد عقيد، وتعقدت أمور الوداد. كم كانت تمرير رائعة يا باسم يا مرسي، كم كانت تمرير رائعة يا باسم يا مرسي في اتجاه الاحتياطي. هنا مصطفى فتحي الذي توغل، كان ذكي مصطفى فتحي. أي نعم، أعتقد بأنه لم يلمسه تماما، ولكن حكام المباريات في الكثير من الأحيان في لقطات مثل هذه يصفرون ضربة جزاء. لمس الكرة، أي نعم، لمسه في بيده في رجله الأخيرة لمسه. طبعا يبقى تقدير حكم المباراة هو السيد، احنا بعد اربع اعادات لم نتأكد ان كانت هناك ضربة جزاء ام لا. المهم الحكم صفرها، ضربة الجزاء ستنفذ، وفرصة اضافة الهدف الرابع عن طريق مصطفى فتحي الذي تحصل على ضربة الجزاء. من سيتولى تنفيذ هذه الرمية؟ ام اللاعب رمزي خالد ام احمد توفيق؟ المهم نادي الزمالك هو الذي يستفيد من ضربة الجزاء بحثا عن هدف رابع قاتل في هذه المباراة، ونتيجة غير متوقعة تماما إذا تم تسجيل الرابع. وجول 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 وجول، مصطفى فتحي يسجل الهدف الرابع للزمالك. يا سلام على الزمالك، ويا سلام على الوداد. 4-0، نتيجة عريضة وثقيلة وطويلة. نعم، عريضة وثقيلة، كل المواصفات لا تكفي لنصف هذه النتيجة بالرباعية للزمالك أمام الوداد. الزمالك لم يكن في مستوى عالي جدا، ومع ذلك فاز بالأربعة، فما بالك لو كان الزمالك في مستوى وبكامل قدرات وبلعبية الذين بدأ بهم هذه المنافسة. المشكل كان في الوداد اليوم، المشكل كان في الوداد، والزمالك استثمر في مشاكل الوداد واستغل كل الفرص التي